السودان يفتح النار على إثيوبيا وبيان عاجل بشأن سد النهضة، وعاجل تحرك دولي سريع قبل ضرب سد النهضة، وموعد اجتماع دول العالم قبل تعامل مصر مع سد النهضة وحبس زوج فنانة مصرية مشهورة. ننشر لحضراتكم التفاصيل. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا هيفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. السودان يفتح النار على إثيوبيا وبيان عاجل بشأن سد النهضة. أصدر المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق علق فيه على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. المتحدث وصف ان الخطاب المشار اليه الخاص باثيوبيا لم ينقل بشكل امين وشفاف الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعطب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعالياتها في الوصول الى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية لانجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة. وتابع وقال الإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيرا اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي. وقال إن الخطاب وزير الخارجية الإثيوبي كان أكثر تحاملا على السودان، وقال ادعاء الجانب الإثيوبي إن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول لاتفاق ملزم عبر التعنت وشراء الوقت وعبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أي صلة بقواعد ملء وتشغيل السد، مثل موضوع تقاسم المياه. والسودان شايف أن التعنت الإثيوبي موصلش بأي اتفاق ما بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. المصدر معانا كان من صحيفة سونا وآر تي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو، ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل تحرك دولي سريع قبل ضرب سد النهضة. رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح شدد على أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح. نفى عبد الفتاح استخدام أعضاء المجلس حق النقد الفيتو في حماية أي من الطرفين سواء كان إثيوبيا أو الجانب العربي. قال الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة. وضح أن القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر. أوضح أن الأمم المتحدة لديها آليات للتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وأن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في مجال الإنذار المبكر والحيلولة دون نشوب النزاعات. عبد الفتاح أشار إلى أنه يتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسته بشأن سد النهضة ما قبل يوم 10 يوليو الحالي، وقال أن مصر والسودان بيرغبوا في عقد الجلسة ما قبل الملء الثاني للسد. المصدر معانا كان من آر تي، وأترك لحضراتكم التعليق. وبالفعل إثيوبيا بدأت في الملء الثاني لخزان سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق. ننتقل لخبر آخر معانا، وموعد اجتماع دول العالم قبل تعامل مصر مع سد النهضة. ورجح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريفير انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة على النيل الأزرق. وأشار رئيس المجلس لشهر يوليو الحالي لأن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم،
ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل. الدول العربية دعت المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر. من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق على أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح، وقال الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير القرار زي ما ذكرت لحضراتكم من قبل. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل أنتم شايفين أن مصر والسودان قادرين على حسم هذا الملف إذا كان سياسيا أو عسكريا؟ أترك لحضراتكم التعليق، يعني أيام بسيطة بتفصلنا ما بين قيام إثيوبيا إتمام عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، ولكن يعني إن شاء الله أنا يعني على يقين بذلك إن سد النهضة بإذن الله هينضرب وإثيوبيا هتخضع لمصر. ننتقل لخبر آخر معانا، وحبس زوج فنانة مصرية مشهورة. وقضت محكمة الأسرة في قصر النيل بحبس سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي 30 يوم لامتناعه عن دفع 1,100,000 جنيه بقيمة تكاليف دراسة ابنيهما سامو ومريم. وكان رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي أثار الجدل مجددا بعد أن نشر تعليقا عبر فيسبوك يوجه فيه رسالة إلى ابنه وبنته حول نسبهما. قال سامح: لآخر مرة بقولها يا سامو يا مريم هالة صدقي، دي مش أمكم، والحكم في قضية الدي إن إيه يوم 13 يوليو وكله هيتحول للطب الشرعي، وأنا ساعتها مش هرحمك. وكانت هالة صدقي تلقت من زوجها إخطارا بالطاعة وعلقت: أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا فيها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه. وأضافت إن المسألة ليست حالتها الشخصية، بالنسبة لي الموضوع قلب كوميديا، وسيبك من موضوعي أنا الشخصي، إحنا بنتكلم على قوانين تهين المرأة. وتابعت وقالت: في آلاف أو ملايين الحالات زي حالتي، لكن أصواتهم مش بتوصل، وأكيد في ستات كتير بيتعرضوا للمواقف دي، القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل، وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر. وقالت: الراجل ده الحقيقة ممكن يكون عايز شهرة، وممكن مر بظروف نفسية صعبة لخطته، لأن إحنا من شهر الراجل منزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوى، وفي نفس الوقت بيبعت لي مسجات عياط وانهيار واعتذارات، لكن عيب أطلعها. وكانت هالة صدقي نشرت على انستجرام صورة من الإخطار الذي تلقته لطاعة زوجها ووالد طفليها. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون فدت حضراتكم بأي أخبار من الأخبار اللي قلتها لحضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.